والله العظيم قلناها قبل كده ان رادس اهلاوية. انا عندي اقتراح مهم جدا، لازم ادارة الاهلي تبدأ تبحثه دلوقتي، ان نسيبنا بقى من ملعب الاهلي والسلام، ونسيبنا من ملعب التتش، ونسيبنا من استاد القاهرة، ونخلي رادس ملعب الاهلي الاساسي، واي مباراة بعد كده للنادي الاهلي نلعبها في رادس. مبروك لكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان في العالم، كده اداء جيد جدا ونتيجة اكتر من رائعة. من قلب تونس كده بتكسب الترجي 1-0 وبتحط قدم اولى كده في مباراة النهائي. النادي الاهلي عمل ماتش كبير جدا رغم كل الاحداث اللي حصلت قبل المباراه اللي لا تمت لكره القدم بصله، لكن النادي الاهلي جير رجاله قدر ان هو يلعب تحت ضغط كبير جدا وضغط صعب جدا من جماهير الترجي ومن الامن ومن اللي حصل، لكن ما شاء الله عليهم قدروا يجيبوا الفوز من قلب الترجي ومن قلب تونس. مبروك لكل الاهلاويه، نستحق الفوز ده، وباذن الله بنسبه فوق 90% كده النادي الاهلي هيكون في النهائي، وان شاء الله البطوله العاشره تطبخ على نار عاليه. هنتكلم في كل تفاصيل المباراه ومن قبل المباراه كمان، والشغب الجماهيري اللي عمله جماهير النادي الترجي، وهنتكلم في تشكيل الاهلي وتشكيل الترجي وراينا كده على التشكيل وفي تفاصيل المباراه، وهنقيم لعيبه النادي الاهلي وهنقول كل حاجه. لكن قبل ما نبدا في كل الكلام ده، ما تنساش تخبط لايك على الفيديو دلوقتي وشير على قد ما تقدر، ولو لسه ما اشتركتش في القناه اعمل سبسكرايب، شغل الجرس عشان تجيلك كل الفيديوهات اللي هعملها بعد كده. واكيد طبعا ملوك التوقعات اللي توقعوا نتيجه المباراه صح، في اخر حلقه هنزل الكومنتات بتاعتهم كلها. يلا بينا. الكور العاليه القاضي يا مونكون، شاط الجول، الجول القاضي يا مونكون، القاضي يا كمان. قبل المباراه كان في خناقه كده عندنا في مصر بين جماهير النادي الاهلي وجماهير نادي الزمالك اللي بتحشر نفسها كده في كل حاجه. جماهير النادي الاهلي كانوا بيقولوا هنجيب حق الزمالك اللي النادي الترجي كسبهم في المجموعه ذهابا ايابا وخرجهم من المجموعات كمان، وجماهير الزمالك كانت بترد وبيقولوا جيبوا حقكم انتوا الاول اللي هم كسبوكم في 2018-3 وخدوا منكم البطوله. لكن احنا كان عندنا ردنا عن الموضوع ده، ان النادي الاهلي لعب قدام الترجي 20 مباراه، وقلت الكلام ده. النادي الاهلي قدر يكسب 8 ماتشات وخسر 4 بس وتعادل 8 ماتشات، يعني النادي الاهلي ليه الافضليه الكبيره جدا، النادي الاهلي مش محتاج يجيب حقه من حد. وكالعاده النادي الاهلي ما بيخيبش ظننا وبيكسب الترجي في تونس، ولسه كمان ان شاء الله هنكمل عليهم هنا في مصر، وبياخد حق نادي الزمالك وبيعوض هزيمه 2018 وبيعمل كل حاجه كده. قبل ما تبدا المباراه قاعدين كده مستنيين الماتش وبنشوف تشكيل الفريقين كده وبنفكر وبنشوف ايه السيناريوهات اللي ممكن تحصل في المباراه، وبنتفاجئ باحداث غريبه جدا من جماهير نادي الترجي اتعودنا عليها في السنين الاخيره، وتعودنا عن الشغب وعن الارهاب اللي بيعملوه خارج المباراه. جماهير نادي الترجي كان عندها ثقه ان هم مش هيقدروا يكسبوا النادي الاهلي في الملعب، فكانوا عايزين يكسبونا خارج الملعب ويرهبوا كده لعيبه النادي الاهلي عشان ينزلوا مهزوزين وما يقدروش يلعبوا وما يقدروش يادوا في ارض الملعب ويخسروا مباراه. لكن عندنا جيل رجاله لازم نشيب بيه ولازم ندعمه بكل قوه، جيل فعلا رجاله جدا، وجيل كده امتداد لجيل جوزيه وجيل ابو تريكه واجيال العظماء دي، فعلا بقى عندنا جيل بيكتب تاريخ جديد للنادي الاهلي، جيل هو حامل لقب بطوله افريقيا الموسم اللي فات، وباذن الله الموسم ده يحملوا افريقيا للتاني سنه على التوالي ويروحوا كاس العالم للانديه تاني. عملوا نتيجه ايجابيه في رغم الظروف الصعبه جدا اللي كانت من جماهير نادي الترجي، بعد كده الامن بيضرب قنابل مسيله للدموع وشفنا اثرها على لعيبه الاهلي اللي كانوا بيعملوا احماء ولاعيبه الترجي ما كانوش موجودين في الملعب، وشفنا صفحات نادي الترجي اللي كتبت اهاء شربوها اللي هم قاصدين يعني الموضوع ده. الله اعلم، ما بحبش ادخل في الكلام ده وما بحبش ادخل في جو المؤامرات، لكن الله اعلم ممكن تكون حركه مقصوده لاضعاف لعيبه النادي الاهلي، لكن انتوا اللي شربتوها في الاخر. احنا النادي الاهلي مش اي حد، تحت اي ظروف اللعيبه رجاله وقدروا يجيبوا فوز من قلب تونس، وان شاء الله بعد اسبوع مستنيين الفوز الثاني هنا في القاهره. بتتاجل المباراه نص ساعه في نص ساعه ثاني وبتتلعب الساعه 7 كده، لكن الحمد لله بتخلص المباراه وبتعدي بسلام، والحمد لله لعيبتنا كلهم سلام ما فيهمش اي حاجه وجبنا فوز مهم جدا. لكن قبل ما ندخل بقى في تفاصيل المباراه كده، حاجه مهمه جدا وحاجه بنتكلم عليها دايما، وهو ملعب رادس اللي النادي الاهلي بيأدي فيه على طول وبيعمل نتائج ايجابيه على طول من هناك، وفي ناس ما بتعجبهاش المقوله دي كده، لكن لما تشوف ان النادي الاهلي كسب نادي الترجي عبر التاريخ بمباراه النهارده دي 9 ماتشات، التسع ماتشات اللي النادي الاهلي كسبهم دول 5 منهم في تونس في رادس و4 منهم بس في مصر، يعني بنكسب في تونس اكتر ما بنكسب في القاهره. باذن الله المباراه الجايه نكسب كمان في القاهره عشان تبقى 10 مباريات فوز للنادي الاهلي، 5 في مصر و5 في تونس. نخش مع بعض كده في تفاصيل المباراه، وهنبدا طبعا بتشكيل الفريقين، وهنبدا طبعا بتشكيل النادي الاهلي وتشكيل بيتسو موسيماني رجل المهمات الصعبه اللي عمره ما يخذلك في ماتش كبير. النادي الاهلي بيبدا النهارده 4-3-3،
في حراسة المرمى الأسد الله أكبر عليه محمد الشناوي باك يمين النهارده، الرجل المباراة الأول أكرم توفيق اللي لعب مكان محمد هاني اللي جاي كده كان بديل لكن بيلعب وبيكون رجل المباراة وبيعمل أعظم مباراة ليه من أول ما بدأ يلعب كرة كده، وباك شمال علي معلول واتنين سرد باكات بدر بنون وجنبيه أيمن أشرف، وكان حمدي فتحي بيسقط كده ثالث سرد باك ورا وبيلم كده من وراهم وبيلعب كأنه ليبرو كده، وثلاثي في نص الملعب عمرو السلية وحمدي فتحي وأليو ديانج، وحمدي فتحي كان بيعمل دور مشترك كان بينزل بين الاثنين السرد باكين وكان بيلعب ثالث نص ملعب وعمل دور كبير جدا النهارده، وقدامهم ثلاثة لعب بكل السرعات، لعب بطاهر على اليمين وصلاح محسن على الشمال ومحمد شريف مهاجم صريح زي ما قلت بالظبط التشكيل المتوقع للنادي الأهلي اللي قلته قبل الحلقة اللي هتظهر لكم فوق دلوقتي دي، لكن الاختلاف الوحيد ان انا كنت متوقع انه يبدأ بمحمد مجدي قفشة ويشيل حمدي فتحي لكن هو ساب قفشة على الدكة ولعب بحمدي فتحي اللي عمل دور كبير جدا. طيب نخش بقى على تشكيل النادي الترجي اللي لعب بنفس التشكيل اللي بيلعب بيه على طول 4-2-3-1، في حراسة المرمى بن شريفية لعب باك يمين بحمدي نجاز وباك شمال بإلياس شتي واتنين سرد باكات بدران وليعقوبي، قدامهم اتنين في نص الملعب بن رمضان وكلوبالي، قدامهم بن غيث وعلى يمينه توجي وعلى شماله الهوني ومهاجم وحيد عبد الباسط زي ما توقعنا بالظبط تشكيل النادي الترجي في الحلقه برضو اللي هتظهر لكم فوق دي. بيتسو موسيماني بدا المباراه وراهن كده على انه يقعد مجدي قفش على الدكه اهم اوراق النادي الاهلي ويلعب بثلاثه كده ديفندرات في نص الملعب عشان يقفل نص الملعب تماما ويقفل كده على كل خطوره نادي الترجي، وراهن وكسب الرهان انه ما يستقبلش اهداف هناك في تونس، وفعلا كسب الرهان ده وقدر يقفل كويس جدا وقدر فعلا ما يستقبلش اي اهداف ويموت كل خطوره نادي الترجي ويحسسك كده ان انت بتلعب قدام فريق ضعيف جدا هجوميا، وده عكس الحقيقي الترجي فريق قوي هجوميا جدا وشفناه في المجموعات عمل ايه، ده كفايه انه كسب الزمالك رايح جاي ذهابا ايابا والزمالك كمان فريق قوي لكن الترجي قدر يكسبه رايح جاي على ارضه وبره ملعبه، لكن لما الترجي لعب وعلى ملعبه قدام النادي الاهلي كبير افريقيا وقدام السير بيتسو موسيماني ظهر كانه قزم صغير مش قادر يهاجم النادي الاهلي، وبتبدا المباراه والنادي الاهلي نازل المباراه بادئ كويس جدا ماسك كوره مش خايف، تحس ان انت بتلعب هنا في استاد القاهره مفيش اي مشكله مفيش اي رهبه مفيش اي انكماش زائد، ده كمان الترجي هو اللي مديك حجمك بزياده والنادي الاهلي لما بتكون معاه الكوره الترجي بينكمش كده وبيقابلك من نص ملعبه بس، وكان واضح جدا اللعبه اللي بيلعبوا عليها بيلعبوا القطريه لحمدي الهوني اللي عنده سرعات كبيره جدا، لكن للاسف اتصدموا النهارده باكرم توفيق وحش كان واقف مع حمدي الهوني وقفه في كل الكرات وخد منه كل الكرات وقطع عليه ميه ونور كده وما حسناش النهارده بخطوره الهوني تماما، واول هجمات اللقاء كمان كانت عن طريق النادي الاهلي كره كده لمحمد شريف اتلعبت فاول من علي معلول، محمد شريف بياخد الكره وبيدخل ال18 وبيشوط واحده بشماله لكن بيصدها بن شريفيه وبيخرجها لضربه ركنيه، وبعديها كمان في الدقيقه 30 هدف للنادي الاهلي لكن بيتلغي بداعي الاوفسايد وفعلا كان اوفسايد صحيح، شوطه كده من حمدي فتحي بيشوطها بيصدها بن شريفيه وبتنزل الكره بيعمل عليها الفولو على طول محمد شريف وبيسجل هدف اول للنادي الاهلي بيتلغي لانه فعلا اوفسايد صحيح، واول هجمات نادي الترجي واول خطوره كده كانت في الدقيقه 34 كره بتتلعب في العمق في ظهر ايمن اشرف بيروح بدر بنون وبيحاول يغطي عليها فبيرقصه كده لاعب الترجي وكان انفراد كامل بمحمد الشناوي بيحاول يرقص محمد الشناوي، لكن يا جدع انت رايح فين وبتحاول ترقص مين، بترقص محمد الشناوي افضل حارس في افريقيا حاليا بيعمل تصدي رائع جدا وبياخد منه الكوره وبيضيع فرصه هدف اول لنادي الترجي، بعد كده هجمه ثانيه في الدقيقه 42 من نفس المكان برده بيرقص ايمن اشرف توجو وبيحاول يشوط كوره لكن بيعمل قدامه بلوك رائع جدا حمدي فتحي اللي كان بيرجع كده يغطي ورا ايمن اشرف وورا بدر بنون وعمل دور رائع جدا، وبينتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفعلا ما حسيناش خطوره خالص للترجي في الشوط الاول وقلنا هينزلوا بقى الشوط الثاني يفتحوا خطوطهم كلها ويحاولوا يجازفوا كده ويحاولوا يهاجموا النادي الاهلي لان فعلا حسينا ان هم مش قادرين، وفعلا زي ما توقعت بيبدا الترجي الشوط الثاني فاتح خطوطه كده وبيبدا يهاجم النادي الاهلي، وفي اول دقيقه على طول تسديد على محمد الشناوي لكن ضعيفه بيمسكها، بعد كده في الدقيقه 49 فاول خطر بتترفع ورقصيه خطيره جدا لكن برده في ايد محمد الشناوي الله اكبر عليه بيديك ثقه وبيديك اطمئنان كبير جدا، وفي الدقيقه 54 هجمه خطيره جدا للنادي الاهلي من ناحيه اليمين من ناحيه اكرم توفيق اللي بيعمل عرضيه مميزه جدا لطاهر اللي كان موجود لوحده في مكان سحري كده في الملعب بيلعبها على طول من لمسه واحده لكن في الشبكه من بره فرصه هدف اول بنسبه 100% كان لازم يقطع بيها الشبكه طاهر، بعد كده في الدقيقه 58 تغيير اول للترجي بينزل انيس البدري وبيخرج المهاجم عبد الباسط عشان يحول كده توجو يبقى هو المهاجم الصريح ويلعب انيس البدري على اليمين والهوني على الشمال، ولكن برده خطوره الترجي كانت ضعيفه والنادي الاهلي قادر يسيطر على المباراه، بنلعب دفاع كده وبدانا ننكمش بشكل اكبر شويه وبنلعب على المرتدات لكن مقفلين كويس جدا، وفي الدقيقه 61 ضربه ركنيه كده للنادي الاهلي بيرفعها علي معلول وبيلمسها حمدي فتحي عشان تنزل الكره لمحمد شريف جوه السكس يارد لوحده تماما، كره هدف بنسبه فوق ال 100% ما ينفعش ان هي تضيع بيلعبها بشكل غريب جدا في ايد الجول، اتضايقت جدا من محمد شريف في الكره دي بصراحه لكن بيصالحني على طول بعديها بخمس دقائق بينزل اول كده مجدي قفشه وبيطلع صلاح محسن اللي ما كانش موجود تماما في المباراه، وبعديها على طول الهدف الاول
واللقطه الاميز في المباراه لقطه هدف النادي الاهلي. كره بدات من عند مجدي قفشه اللي بيلعب الكره كده لاليو ديانج الدبابه بتاعه النادي الاهلي اللي حرفيا لما بيحط الكره تحت رجليه وبيروح مباشره على الجول محدش بيقدر عليه، محدش بيقدر ياخد الكره منه، محدش اصلا بيقدر يجري جنبه ولا وراه، بيحط الكره تحت رجليه وبيروح وبيعمل سلو باص لمحمد شريف اللي بيعمل عليها فينت رائع جدا وبيحطها بشماله، لكن سوء حظه بتيجي في العارضه، لكن عشان ربنا ما رضيش يضيع مجهوده دوام بترجع له الكره تاني وبيقطع بيها الجول وبيسجل هدف مميز جدا، هدف هيفضل في تاريخه طول عمره. وبعد الهدف كده تعليمات بيتسو موسيماني اللعيبه كانت واضحه جدا، خلاص كنا بنلعب دفاع منطقه كده وبنلعب على هجمات المرتده، لكن بيغير الطريقه وخلاص بنلعب جيم استحواذ كامل، النادي الاهلي ماسك الكوره ما بيديش الترجي الكوره اصلا، وفعلا لعيبه الترجي مش قادرين اصلا ان هم يقطعوها من النادي الاهلي، النادي الاهلي عنده تسليم واستلام رائع جدا في كل اللعيبه، عملنا جيم باص بقى في الشوط الثاني كنا نقدر كمان نسجل اهداف بعد الهدف ده، لكن النادي الاهلي كان مكتفي جدا كده وكانت عاجباه النتيجه 1-0 بره ارضك، فعلا نتيجه نموذجيه، لكن كان عندي سن الطمع كده وكان نفسي نسجل الهدف الثاني. بينزل بعديها حسين الشحات وبيطلع طاهر، وبعد كده كره خطيره جدا رفعه نموذجيه من علي معلول بتعدي من قدام محمد شريف، يا جدع يا جدع انت لو تظبط موضوع ضربات الراس ده وتلعب كرات بدماغك صح هتبقى في حته ثانيه خالص. محمد شريف على الارض الله اكبر عليه، مفيش حد ينافسه في المنطقه دي هنا في مصر، لكن الكرات العاليه عايز شغل عليها شويه وعايز يلعب بدماغه، كره كانت ممكن جدا تكون الهدف الثاني ليه والهدف الثاني للنادي الاهلي ونفنش الماتش خالص. وبعد كده نادي الترجي بيحاول ان هو يجازف وبيحاول كده يرمي بكل اوراقه اللي بره وبينزل بين خليفه وبينزل دربالي وبيخرج حمدي النجاز، لكن مفيش اي حاجه قادرين يعملوها، ما باليد حيله، النادي الاهلي قافل كويس جدا وماسك الكوره واصلا ما بيديلهمش الكوره. وبعد كده موسيماني بيعمل تغييرين، بينزل رامي ربيعه مكان اكرم توفيق اللي وقع اكتر من مره كده واشتكى، لكن الحمد لله بيخرج سليم واطمننا عليه، بينزل مكانه رامي ربيعه وبينزل بواليا وبيخرج محمد شريف، تجديد دم كده واتحت قدامنا كذا فرصه كان ممكن نسجل منها اهداف، لكن النادي الاهلي زي ما قلت اكتفى للاسف، كان ممكن نسجل الهدف الثاني ونضمن الصعود بنسبه 100%، لكن انت خلاص فوق ال 90% عاملين نتيجه كويسه جدا. اي نعم ده الشوط الاول ولسه في شوط ثاني هنا في مصر، لكن باذن الله انا متوقع ان النادي الاهلي هيكسب هنا كمان. وبتنتهي المباراه بفوز مستحق للنادي الاهلي 1-0 على الترجي في تونس، وان شاء الله حطينا رجل كده خلاص في النهائي. نقفل بقى المباراه كده ونخش على تقييم لعيبه النادي الاهلي، هنبدا كده بمحمد شناوي الله اكبر عليه 9 من 10 النهارده، كل الكرات اللي جت عليه اتعامل معاها كويس جدا، لكن عندي كده تعليق على محمد شناوي، عصبيته الزياده في اوقات كتير على حكم المباراه ما بتبقاش صح، واتكلمنا عن الموضوع ده اكتر من مره، ولازم اداره النادي الاهلي يتكلموا مع محمد شناوي ان مش في كل مباراه تتعصب كده بسهوله على الحكم، ما تخليش الحكم كده يتضايق من الفريق ده ويحط الفريق ده في دماغه ويبدا كده في فاولات ويبدا حاجات كتيره يجي فيها عليك في باقي احداث المباراه. طيب الباك اليمين النهارده اكرم توفيق طبعا 10 من 10 نجم المباراه الاول اكرم توفيق، واللي تخاف منه ما يجيش احسن منه. اما الباك الشمال النهارده علي معلول 8 من 10 عمل مباراه كويسه جدا، اثنين سرد باكات النهارده بدر بنون وايمن اشرف الاثنين 8 من 10 دفاع النادي الاهلي النهارده كان قوي جدا وكان متماسك كوحده واحده كده كلهم، وثلاثي بقى نص الملعب اليو ديانج 9 من 10 عمرو السوليه 8 من 10 اكرم توفيق 9 من 10 اكرم توفيق واليو ديانج خصوصا النهارده الاثنين كانوا مميزين جدا، وتاني نجوم المباراه هما الاثنين كده بالتساوي بعد اكرم توفيق على طول. حمدي فتحي النهارده بالاخص الجندي المعلوم اللي في نص الملعب اللي كان صداده قويه جدا في نص الملعب وكان بيلم كمان من ورا الفرقه كلها، واليو ديانج اللي كان بيتحرك في كل حته في الملعب واللي عمل الاسيست وخد كده الكره وراح بيها ومحدش قدر عليه، الاثنين كانوا مميزين جدا. لكن طاهر محمد طاهر النهارده 4 من 10 كان احسن شويه من صلاح محسن اللي ما كانش موجود خالص 2 من 10 ومهاجم الفريق محمد شريف 7 من 10 وتقييمه كان ممكن يكون اعلى من كده كمان، لكن ضيع كورتين ما يضيعوش. نخش كده بقى على ملاحظات المباراه وهنبدا بالسلبيات الاول. السلبيه الوحيده طبعا اللي حدث قبل المباراه من جماهير نادي الترجي لازم ما يتسكتش عليه، ولازم اداره النادي الاهلي تصعد الموضوع كده، ولازم يبقى فيه غرامات ويبقى فيه عقوبات قويه جدا للنادي الترجي، لان مش اول مره يحصل كده. في 2018 اتضرب اتوبيس النادي الاهلي وتعور هشام محمد في دماغه ولعبنا المباراه وخسرنا 3-0 لان كان في ارهاب خارج الملعب، ما كسبوناش في الملعب بس كسبونا خارج الملعب قبل ما يكسبونا في الملعب، وعشان ما حصلش عقوبات قويه على نادي الترجي بيتعاد الموضوع تاني برده مع النادي الاهلي وبيحصل نفس اللي حصل تاني وبيحصل ارهاب خارج الملعب، لكن المره دي الحمد لله لعيبه رجاله قدرت تلعب تحت الضغط ده، ودي بقى من ايجابيات المباراه ان الجيل ده فعلا جيل رجاله، فعلا جيل عظيم بيسطر تاريخ جديد للنادي الاهلي بنشوفه كلنا. وتاني حاجه في الايجابيات طبعا مستر بيتسو موسيماني العظيم اللي عامل اداء اكتر من رائع من ساعه ما جه مع النادي الاهلي ونتائج هايله جدا، وان شاء الله هيحقق البطوله العاشره بعد ما حقق البطوله التاسعه، وخلاص اعتقد ان كل الاهلاويه اللي كانوا بينقضوا بيتسو موسيماني اتحولوا المعجبين. وتالت حاجه في الايجابيات نص ملعب النادي الاهلي اكرم توفيق حمدي فتحي اليو ديانج عمرو السوليه، انا من ساعه ما بدات اتفرج على كوره كده ومن ساعه ما بدات اشجع النادي الاهلي ما شفتش نص ملعب بالعظمه دي،
ياما عدوا علينا نجوم كتير وياما عدوا علينا لعيبه كبيره جدا في نص الملعب، لكن يكون عندك اربع لعيبه في وقت واحد، الاربعه سوبر السوبر، نص ملعب رائع جدا، صلابه قويه جدا في نص ملعب النادي الاهلي، والاربعه اي اتنين يلعبوا فيهم في نص الملعب يقفلوا خط نص الملعب تماما. الاربعه ادائهم رائع جدا. حمدي فتحي شوف راجع من الاصابه، لكن حمدي فتحي عمره ما يخذلك في ماتش كبير، بيعمل ماتش عالي جدا النهارده. اكرم توفيق اللي بيلعب في مكان غير مكانه وبيلعب باك يمين بيقفل على اخطر لاعب في الترجي وبلعه كده النهارده، وخف حرفيا الهوني، وما شفناش اي خطوره عملها حمدي الهوني، وكان نجم المباراه النهارده اكرم توفيق، اليود يانج دبابه نص الملعب وافضل ديفندر في افريقيا زي ما دايما بقول عليه، والرايق عمرو السلية، الاربعه رائعين جدا، ربنا يحفظهم لنا يا رب. وكده خلصت كل اللي عايز اقوله النهارده، مستني اشوف رايكم تحت في الكومنتات، قول لي مين كان افضل لاعب النهارده في لعيبه النادي الاهلي، ومين كان اسوا لاعب في المباراه، وايه رايك في اداء النادي الاهلي كله النهارده. وطبعا ما نسيتش نجوم التوقعات، هقول كومنتاتهم كلهم دلوقتي، وهنعرض دلوقتي الناس اللي توقعت صح نتيجه المباراه من قبل ما الماتش يبدا كده. واوعى تنسى تعمل لايك للفيديو وشير على قد ما تقدر، ولو لسه ما اشتركتش في القناه اعمل سبسكرايب، شغل الجرس عشان كل الحلقات اللي هعملها بعد كده تجيلك. سلام.